أحب متاجر الألعاب. هيا انظروا إلى اللقاء صديقي. متعوا أعينكم بمحطة الألعاب، فيها أجمل الرسوم في المجرات كلها، وحاسوبها بقوة 2000 تيرا فلوب، وتعمل بسرعة تفوق سرعة الضوء. ألقاكم لاحقا. هذا يبدو غريبا. عجبا، ماذا هناك؟ مهلا لحظة، أيعقل؟ بالتأكيد، مهلا لي يرى أصدقائي هذا. هذا سوف يغير حياتك أيها العم جدو. انتظروني، وجدت شيئا مميزا. أتذكر لعبة 5 عظام يا عم جدو؟ 5 عظام؟ أحقا تقول؟ لا نلعب لعبة قديمة بعظام الماعز والحجر. ها؟ واو، ماذا؟ والآن سنكشف عن خبرة بيتزا ستيف بأفضل لعبة في العالم. آه عجبا، هذا سيكون رائعا. فقط علي أن أفتح هذه. حسنا، استمتعا بوقتكما، أنا سألعب بالـ5 عظام، يمكنكما الانضمام إلي. لا أحد يرغب في تلك اللعبة السخيفة، إنها لا شيء مقارنة مع هذه اللعبة الرائعة جدا. مثل أيام زمان. هل أنت مستعد ليجنى عقلك بالرسوم الرائعة التي تتضمنها لعبة محطة الألعاب المتطورة والجديدة تلك؟ بالطبع يا بيتزا ستيف. هيا اجلس مرتاحا وانتظر إذن، لأن بيتزا ستيف الخبير سوف يدخلنا جميعا إلى عالم التقنية المجنون والرائع. أعطني لحظة لترتيب الأسلاك فقط. حسنا إذن، حسنا، سأبحث عن القابس الصحيح في الجهاز من الخلف. عجبا، هذا يتطلب وقتا طويلا. لا شيء أفضل من هذا أؤكد لكم. رائع، انتهيت من توصيل أسلاك اللعبة تماما الآن. محطة الألعاب. أوه نعم، فليبدأ اللعب الآن. عجبا عجبا عجبا. خدمة الواجب، إنقاذ الرهائن. ها؟ ما الذي يجري بيتزا ستيف؟ أوه انتظر أيها العم جدو، هذا فقط جزء من اختبار اللاعب. على الجهاز أن يحدث المعطيات لكي نحصل على أفضل الرسوم. أجل، حصلت على ثنائية. أجل، هذا صحيح. أجل. سأعود في الحال بيتزا ستيف. سيد جاس، أهذه لعبة 5 عظام التي تحدثت عنها؟ أجل، ستنضم إلي. أيها العم جدو، تعال إلى هنا، عندنا رهائن ننقذهم. آسف سيد جاس، علي أن ألعب مع بيتزا ستيف الآن. أجل، وأخيرا سنبدأ باللعب. ماذا؟ بيتزا ستيف، كم سيستغرق هذا من وقت؟ صديقي اهدأ قليلا، هذه الألعاب الجديدة ليست ألعابا قديمة وبسيطة، التقنيات الجديدة تتطلب وقتا أطول لكي تعطي لعبة شبه واقعية. لقد حان وقت اللعب يا عزيزي. مستعد يا العم جدو؟ ها؟ أين أنت؟ أترى؟ لقد أجدتها، ثم تحاول أخذ أكثر من قطعة في كل رمية. واو، أنت على حق سيد جاس، هذه اللعبة ممتعة. يا عم جدو، ماذا يجري هنا؟ لقد جهزت اللعبة، الألعاب كلها جاهزة. لن تلعب تلك اللعبة التافهة مع السيد جاس في حين ينتظرك هنا بيتزا ستيف مع ألعابه المتطورة. لعبة 5 عظام ممتعة فعلا، لذا سألعب بها قليلا. ماذا؟ أنت ماهر بالفطة يا عم جدو. أعتقد أن علي رفع مستوى لعبتي. هذا غريب. أوه هذا حقا ممتع جدا، استخدامكما للحقيقة قديمة الطراز. نعم أجل، في حين أن الحقيقة الافتراضية موجودة. سوف تريان. لا افتراض بكمية المتعة التي سأنالها. أشعر كأنني داخل اللعبة. هيا أيها الرائن، سأنقذكم. نعم نعم، عجبا، ليتك ترى هذه الرسوم يا أيها العم جدو، إنها جنونية. تراجعوا يا فاعلي الشر، قلت لكم تراجعوا. يجب أن انخفض لتفادي القناص. أيها العم جدو، يجب أن تشرب هذا. لا تعال معي إن كنت تريد الحياة. إصابة مباشرة.
ها ها نيلت منك. ها قاتلات. إذن هل أنت مستعد لإنقاذ بعض الرهائن أيها العام جدا؟ ربما لاحقا بيتزا ستيف. انظر حصلت على خماسية. علي تحسين مستوى لعبتي. أيها العام جدا، لابد من أنك تتساءل ما بداخل هذا جدا والرائع والكبير. متع عينيك ثورة الرقص الرائعة جدا. ثورة الرقص. دعني أبين لك تفوق مستوى هذه اللعبة على تلك اللعبة القديمة والسخيفة جدا. حركة لطيفة. لا أعلم بشأنك أيها العام جد، ولكن أنا هنا أستمتع كثيرا. أين تعلمت هذه الحركات الرائعة؟ المرحلة الثانية إلى الجنون. حركة القوة. حسن مستواك. المرحلة الخامسة، جرب أن تبقى حيا مشهورا وثابتا على الساحل الغربي. مكافأة الأقدام السريعة. هز وتمايل. جنون خيالي. ثنائية مجددا، هذا رائع. اطلب بعض الحطب الجديد. مهلا لحظة سيد جاس، انظر جيدا إلى الأسفل. رقم قياسي رائع. أجل أيها العام جد، عرفت أنك ستحب ما يقدمه بيتزا ستيف بالتأكيد. لا أصدق أنني لم أرى هذا من قبل. عندي 7 قطع لا 6. إنها سباحية. حسنا يا بيتزا ستيف، أنت وألعابك لا تنافسون اللعبة الخمسة عظام الجميلة. انظروا إليهما يستمتعان بالوقت معا ويلعبان تلك اللعبة السخيفة، تلك اللعبة التي دمرت حياتي بالكامل. حان الوقت لمواجهتهما نهائيا الآن. أحسنت سيد جاس، حسنا حان دوري. هل توقفت للحظة يا عم جدو؟ لا أدري ماذا تجد في هذه اللعبة القديمة، لكن كل ما كنت أريده منك أن تقول لي عن روعة لعبة بيتزا ستيف لا أكثر. لكن أظن أنك لا تجد بيتزا ستيف وذوقه باللعب رائعين. أستغرب هذا، لكن أنا فقط لا أرغب في خسارة صداقتك بسبب هذه اللعبة. وأتمنى أن تتوقف يوما عن اللعب وتتذكر أن بيتزا ستيف مسل أكثر من هذه اللعبة. هذا كل شيء. ماذا هناك؟ هل قلت شيئا يا بيتزا ستيف؟ أتعني أنك لم تكن تصغي إلي؟ هذا يكفي، لا أحب لعبة الخمسة عظام. واو، أي لعبة هي هذه؟ ماذا؟ أريد اللعب، أريد اللعب. دورك يا بيتزا ستيف. ها؟ أركلها بيتزا ستيف. أجل، بيتزا ستيف هو الأفضل في هذه اللعبة التي ابتكرها بيتزا ستيف للتو. تماما بيتزا ستيف، أنا أحب هذه اللعبة. إنها أجمل من لعبة الخمسة عظام. هل أنا محق عم جدو؟ أجل، أعرف هذا. لا تذهبوا بعيدا.